لورين سكوت عارضة ومصممة أزياء وحبيبة مغني فرقة الروك رولينج ستون مايك جاكر، حيث عثر عليها وقد وفتها المنية في بيتها في نيويورك فيما يبدو انتحارا. راسلت إحدى الشركات مساعدة لورين لتحضر، وعندما وصلت وجدت جثة لورين والدلائل تشير إلى عملية انتحار. شنقت نفسها بواسطة وشاح أسود عندما علقته بمقبض الباب وانتحرت. ومن المرجح أن انتحار لورين يعود للمشاكل التي تواجه شركتها والديون بملايين الدولارات. ويقول المقربين منها أنها في الفترة الأخيرة كانت تتجنب الخروج مع الأصدقاء وكذلك الاتصالات. وفي تلك الأثناء كان مايك جاكر يتناول العشاء في أستراليا خلال رحلة فنية. لدى سماعه بالخبر أوقف حفلته المفترضة في ميدن بيرث. لورين عملت في بداية مشوارها كعارضة أزياء، ومن ثم أصبحت مصممة، والتقت بجاكر سنة 2001 ولديهما بيتان في نيويورك وباريس.